السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنشارك معكم فيه نموذج الاختبار الثاني في مكون الرياضيات الدورة الأولى المستوى الثالث ابتدائي. نبدأ على بركة الله. أضع وأنجز. أضع وأنجز العمليات التالية: 329 زائد 5247، 329 زائد 5247. كما كتلاحظوا معايا أعداد السطر الأول فيها ثلاثة الأرقام وأعداد السطر الثاني فيها أربعة الأرقام. دائما كنبدأ بالوحدات، الوحدات تحت الوحدات، سبعة تحت تسعة، العشرة تحت العشرات، المئة تحت المئات، اثنان، والآلاف تحت الآلاف. بما أن هنا ما كاينش الآلاف غنزيد واحد الصفر وغنحط خمسة. تساوي 9 زائد 7، 9 زائد 7 16، 6 ونحتفظ بواحد، 4 زائد 2 6 والاحتفاظ 7، 3 زائد 2 5، 0 زائد 5 5. إذن 5576، 5576. ننتقل للعملية الثانية: 8099 زائد 1901، 8099 زائد 1901. دائما الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، المئة تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. 8099 زائد 1901 تساوي 9 زائد 1 9، 10، 0 ونحتفظ بواحد، 9 زائد 0 9 والاحتفاظ 10، 0 ونحتفظ بواحد، 9 زائد 0 9 والاحتفاظ 10، 0 ونحتفظ بواحد، 8 زائد 1 8، 9 والاحتفاظ 10. إذن 8099 زائد 1901 تساوي 10000، 10000. 5412 ناقص 726، 5412 ناقص 726. كالعادة كنبدأ من الوحدات: 6، 2، 7، الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، والمئة تحت المئات، وضعنا الصفر أو لا نقدر ما نوضعوش، كنحطو لأن نتوما في هذا المستوى حطوه غير باش تقدروا أنكم تحسبوا بشكل جيد. تساوي 2 عفوا 2 ناقص 6 لا يمكن. كناخذ الاحتفاظ وارجع الاحتفاظ، دائما ننساش نرجع الاحتفاظ، كناخذ الاحتفاظ من 2 ونردو. اذا هنا كتولي بالعشرات، هنا 12 وهنا 3، هنا كتولي بالوحدات. اذا 12 ناقص 6 6 في رأسي، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. إذا 12 ناقص 6 تساوي 6. 1 ناقص 3، 1 لا يمكننا أن نطرحها من 3، إذا 11. كناخد الاحتفاظ وما ننساش أنني نرجع الاحتفاظ ل 7. 11 ناقص 3، إذا 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. إذا 11 ناقص 3 تساوي 8، 8.
أربعة ناقص ثمانية، أربعة ناقص ثمانية لا يمكن، دائما أحتفظ أخذ الاحتفاظ ونرجع الاحتفاظ لعدد السطر الموالي. إذا 14 ناقص ثمانية، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. 14 ناقص ثمانية ستة، خمسة ناقص واحد، خمسة ناقص واحد أربعة. إذن 4686، 4686 الجداء 714، 714 ضرب 25، 714 ضرب 25، 5 في 4 دائما كما كنطلب منكم حفظوا جدول الضرب بشكل جيد، 5 في 4 20، 0 واحتفظ باثنان، 5 في 1 5 واثنان 7، 6 7 وكنضرب على الاحتفاظ اللي درت باش ما نتلفش، 5 في 7 35 غنكتبها كامله لان بقى عندي حتى رقم اللي غنضرب فيه 5، ملي كنسالي كنكتب الرقم كله. ملي كنرجع للعدد اثنان قبل ما نضربو ما ننساش نحط الرتبة او النقطة، نحط النقطة عاد نبدا نضرب، اثنان في اربعة ثمانية، اثنان في واحد اثنان، اثنان في سبعة اربعة عشر. هنا كيولي عندي الجمع، الجمع كنساش عملية الزائد وما كنساش تساوي، صفر زائد صفر صفر، سبعة زائد ثمانية خمسة عشر، خمسة وأحتفظ بواحد، خمسة زائد اثنان سبعة والاحتفاظ ثمانية، ثلاثة زائد أربعة أربعة، خمسة ستة سبعة سبعة. دائما نحط العدد الكبير الرقم الكبير في راسي والعدد الصغير نحسبه بالأصابع ديال اليدي ديالي، واحد زائد صفر واحد، إذن تساوي 17850، 17850. ننتقل للتمرين رقم زوج، ضع العدد المناسب أو الوحدة المناسبة مكان النقط، ضع العدد المناسب أو الوحدة المناسبة مكان النقط. عندي 4 ديسيمتر، 1 سنتيمتر كم تساوي من سنتيمتر؟ إذن غنحتاج الجدول الأطوال خصكم تكونوا حافظينو، الكيلومتر، الهكتومتر، الديكامتر، المتر، الديسيمتر، السنتيمتر، المليمتر. إذن عندي 4 ديسيمتر غنحطها في الخانة ديال 4 ديسيمتر و 1 سنتيمتر كم تساوي من سنتيمتر؟ تساوي 41، إذن تساوي 41 سنتيمتر. وكم الوحدة؟ 410 كنضيف صفر، إذن 410 مليمتر، 410 مليمتر. مئتين إذن 4 ديسيمتر 1 سنتيمتر تساوي 41 سنتيمتر وتساوي 410 مليمتر. 200 سنتيمتر كم تساوي؟ إذن 2 تساوي 2 ماذا؟ سنقوم بوضع العدد. 200 سنتيمتر دائما صفر على الوحدة المطلوبة، يعني الوحدات تحت الوحدة المطلوبة صفر، اثنان. اذا 200 سنتيمتر كم؟ اثناني، اثناني متر، اذا اثناني متر. وكم تساوي من ديسيمتر؟ كم تساوي من ديسيمتر؟ لاحظوا معايا هنا تساوي 20 ديسيمتر، 20 ديسيمتر. 4 متر، 3 ديسيمتر، 6 سنتيمتر. كم تساوي سنتيمتر؟
اذا غنحاول نقوم بالوضع ديالها. أربعة متر، ثلاثة ديسيمتر، و ستة سنتيمتر. اذا كم تساوي من سنتيمتر؟ تساوي 436 سنتيمتر، 436 سنتيمتر. كما كتشوفوا سالات في الوحده المطلوبه سنتيمتر، 436 سنتيمتر. كم تساوي من مليمتر؟ كنكملوا بالاصفار، اذا تساوي 4360 مليمتر، 4360 مليمتر. الوضعيه الاخيره عندي 5 ديسيمتر كم تساوي من سنتيمتر؟ اذا 5 ديسيمتر، الوحده المطلوبه 5 كم تساوي من سنتيمتر؟ نضيف الصفر، اذا 50 سنتيمتر، 50 سنتيمتر. كم تساوي من مليمتر؟ نضيف صفر اخر، 500 مليمتر، 500 مليمتر، 500 مليمتر. كيكون هذا هو التمرين الثاني في هذا الامتحان، هذا النموذج. أقارن الأعداد التالية بوضع الرمز المناسب مكان النقط. عندي 5000 زائد 600 زائد 80 زائد 9. ما هو الرمز؟ الرموز اللي غنديرو أصغر، أكبر، أو تساوي. وكما كنقولوا دائما العدد الاكبر كيتجه ليه الرمز كفم التمساح. على اي، عندي هنا 5600، نديرها غير بالقلم، 5689. اذا كنقارن الالاف مع الالاف، المئات مع المئات. دائما كنبدا من اليسار، مئات مع المئات، العشرات مع العشرات، تمنية تمنية، الوحدات مع الوحدات، تسعة تسعة. إذا العددين متساويين، إذا سوف أضع رمز تساوي. عندي هنا 4000 زائد تسعة، 4000 زائد تسعة هي 4009. وعندي هنا 4010، أنقب بالمقارنة من الألاف، 4400 01. إذن 4010 هي الأكبر، إذن 4009 أصغر من 4010. عندي هنا 9000 زائد 1 8099. عندي هنا 9000، إذن 9 أكبر من 8، 9 أكبر من 8. إذا الرمز هو الأكبر، لأن دائما كما كنقولوا اتجاه الرمز كيتجه للعدد الكبير كفم التمساح. ننتقلوا للوضعية الرابعة لما أعتقد. عندي كنبدا من الآلاف، عندي هنا العددين يتكونان من 1 2 3 4 أرقام. دائما كنتأكد من هذه المسألة هي الأولى. نبدأ من الآلاف، عندي 3 2، إذن 3 أكبر من 2، إذن 3201 أكبر من 2999. ننتقلوا للوضعية الخامسة، نبدأ بالآلاف، 4 4 5 5 1 6. إذن 4561 أكبر من 4516، إذن رمز أصغر. هنا كما كتلاحظوا عندي العدد الاول مكون من 1 2 3 4، والعدد الثاني مكون من 3 ارقام. اذا 7148 اكبر من 714. ننتقل للتمرين رقم 4، تمرين الزوايا. نجيب غير نصف دائره، كنعتذر. اوكي، أرسم الزاوية الزوايا في مكانها المناسب. عندنا زاوية حادة، القاعدة ديال الزاوية الحادة اش كتقول؟ الزاوية الحادة يكون قياسها أقل من 90 درجة. إذا سنقوم برمز رسم زاوية حادة.
إذا قياسه أصغر من 90 درجة. كما كتلاحظوا 90 أقل من 90 درجة. يمكن لكم ترسموها بلا نفس دائرة الزاوية الحادة، كتكون على هذا الشكل هذا. إذا زاوية قائمة، الزاوية القائمة يكون قياسها 90 درجة، الزاوية القائمة قياسها 90 درجة. كما كتلاحظوا هذه زاوية قائمة، متأكدوا بواسطة المثلث، إذا 90 درجة. زاوية منفرجة، الزاوية المنفرجة يكون قياسها أكثر من 90 درجة، الزاوية المنفرجة يكون قياسها أكثر من 90 درجة. كنوضع المركز ديال الدائرة هنا، نصف دائرة هنا، ثم نقوم برسم زاوية منفرجة. إذا هذا هو، هذه هي الزاوية المنفرجة. نزيد نشارك معكم واحد النموذج خفيف، ساعد صديقك على إنجاز العمليات الآتية. النشاط الأول زائد الجمع والطرح، الجمع والطرح. إذا 4 + 9 13، 3 ونحتفظ بواحد، 3 + 5 5 + 3 8 والاحتفاظ 9، 7 + 2 9 5 + 4 9. ننتقل للعملية الثانية، 9 + 5 14، 4 ونحتفظ بواحد، 3 + 1 1 + 3 4 والاحتفاظ 5، 5 + 2 7، 9 + 3 12. عفوا هنا عندي الطرح، هنا عندي الطرح، كنعتذر. اذا 9 - 5 4، أن لأن كيتهضر عليا بلونكو، إذا غادي نرسم ليها مربعات أخرى، لأن بلونكو ما عنديش، ما متوفرش عندي هاد اللحظة هادي. 9 + 5 4، 9 - 5 عفوا، 9 - 5 4، 1 - 3 لا يمكن. إذا كنحتفظ 11 - 3 ورد الاحتفاظ، ما ننساش نرجع الاحتفاظ، 11 - 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11. إذا 8، 5 - 3 5 - 3 2 9 - 3 6. إذا 6184. ننتقل للتمرين، النشاط الثاني، هذا نشاط توليفي. حدد نوع كل زاوية. كما كتلاحظوا عندي هنا زاوية قائمة، سأكتب زاوية قائمة هنا. كما كتلاحظوا زاوية حادة، زاوية حادة كما كتلاحظوا قياسها أقل من 90 درجة، قياسها 30 درجة، زاوية حادة لأن قياسها أقل من 90 درجة. وهنا زاوية منفرجة، زاوية منفرجة قياسها أكثر من 90 درجة، كما كتلاحظوا 130 درجة. إذا زاوية منفرجة،
إذا أذكر، الزاوية القائمة يكون قياسها 90 درجة، الزاوية الحادة قياسها أقل من 90 درجة، والزاوية المنفرجة قياسها أكثر من 90 درجة. النشاط الثالث، قاري الأعداد الآتية. نفس الطريقة كنبدأ بالآلاف، عندي هنا اثنان، عندي واحد، عندي العددين مكونين من أربعة أرقام، عندي اثنان، عندي واحد، اثنان أكبر من واحد، إذا رمز أكبر. العدد الثاني، عندي واحد، عندي تسعة، واحد أصغر من تسعة وتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون أكبر من ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون، إذا رمز أصغر. قيس طول القلم بالسنتيمتر، سوف نقوم بقياس القلم بالسنتيمتر. إذا قياس القلم بالسنتيمتر 5.5 مليمتر، 5 سنتيمتر و 5 مليمتر كما كتلاحظوا، 5 سنتيمتر و 5 مليمتر. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، مع السلامة.